I was arrested at the protest. A police is starting to follow me and track me down. حملة مكافحة تجارة الأسلحة أطلقت حملة في بريطانيا لوقف تزويد الأنظمة القمعية بالأسلحة. الحملة تتزامن مع معرض للأسلحة يقام في بريطانيا، وقد تم توجيه الدعوة الرسمية فيه إلى عدد من الأنظمة الوحشية في العالم وفي طليعتها النظام الحاكم في البحرين الذي ركزت الحملة عليه هذه المرة بشكل كبير. We're here today because there's an arms fair being organized by the government and the arms industry body called Security and Policing, and the UK government has officially invited Bahrain to attend this exhibition where lots of arms companies that have been supplying Bahrain will be exhibiting. And whose like surveillance technology, for example, has been used against Bahraini activists. So we're here to say that we want to put an end to the UK government's complicity in arming Bahrain and in the repression that it is fueling. التسليح البريطاني تصاعدت وتيرته لأنظمة قمعية أخرى في المنطقة وفي طليعتها نظام آل سعود الذي يشن ومنذ قرابة العام حربا متواصلة على اليمن. Just behind me now there was someone talking who was imprisoned in Saudi Arabia, and when they're in prison they looked at their handcuffs and they said made in Britain. And so it's about, we've had someone speaking from Bahrain about the torture he was subject to at the hands of the police there. We've had الناشط البحريني عيسى العالي كان حضوره في هذه الحملة بارزة بعد أن أولته المنظمة أهمية خاصة لما مر به من معاناة في معتقلات البحرين كادت أن تقضي على آماله في الحياة. سبب حضوري هنا وبكون أحد ضحايا التعذيب، تم اعتقالي 3 مرات في البحرين وتعذيب بطرق وحشية وغير إنسانية. أتينا هنا لنتحدث ولنقول للبريطانيين والخليفيين أيضا أن دعم البريطانيين للخليفيين لن يفيدهم ولن يدوم، وأن القرار النهائي سوف يكون بيد الشعب. لا يبدو أن الحكومة البريطانية تعير أهمية لتراث بريطانيا الديمقراطي العريق عندما يتعلق الأمر بتجارة الأسلحة، فهي تضع مبادئ حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية وراء ظهرها فداء لسواد عيون الشركات المصنعة للسلاح التي يسيل لعابها لصفقات الأسلحة حتى تصاب بالعمى، فلا ترى انتهاكات حقوق الإنسان التي تقع في الدول القمعية.